محافظة السويداء إحدى المحافظات السورية الغنية بوجود عدد كبير من المخترعين الذين تميزوا باختراعات من شأنها كسر الحصار الجائر والانتقال إلى مرحلة الاعتماد على الذات في حال تم تبني وتشجيع هذه الاختراعات من قبل المعنيين. طبعا مثل ما شايفين انه هون مستخدمين المرايا المقعره. الهدف من ذلك هو تكثيف اشعه الشمس على هي نقطه المحرق. طبعا هون عندنا الطبق هذا عباره عن طبعا عن جهاز في امكانيه لتتبع اشعه الشمس، وهو بالتالي متابع حركه الشمس، وبالتالي مشان يحصل على الطاقه 100% من خلال توجهه الصحيح لاشعه الشمس. الفكره الرئيسيه هو انتاج بخار الماء. طبعا لما بننتج بخار الماء نحن ممكن نستخدمه او نوظفه البخار لاكثر من موضوع. يعني ممكن نحن البخار الماء انه نستخدمه مثلا على سبيل المثال لتسخين المياه، ممكن نستخدمه مثلا لتسخين الحليب، ممكن يكون بديل لاسلوب الطبخ المتبع على الغاز او كذا. مثل ما انتم شايفين عندنا هون هذا السلك مفرغ من الهواء، فبالتالي هذا هون نحن بينتج بيطلع البخار بهاي المنطقة. طبعا هذا الثقب مثقوب وممكن نحن ينتج البخار. طبعا هذا السلك ممكن نحن نمدده لداخل المنزل على المطبخ، على ممكن يشغلنا تكييف تبريد إلى آخره. المخترع وسيم عرار، ومن خلال أبحاث دامت لسنوات استطاع الوصول إلى عدة اختراعات وتطوير اختراع يستطيع من خلاله الاستفادة من الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بالإضافة إلى الحصول على بخار الماء بدرجات حرارة مرتفعة عن طريق استخدام المرايا المقعرة واستخدام الطاقة المنتجة في الطهي والتدفئة وغير ذلك الكثير. الطاقة الشمسية هي السبيل الوحيد لنقدر نخرج من الأزمة اللي بسوريا موجودة، هي أزمة الطاقة. فمن خلال هاي المنظومة نحن ممكن إنه نعتمد عليها وتكون سبيلنا الوحيد للنجاح بهذا الموضوع. نحن هلا حاليا مبدئيا ممكن نلبي بعض القطاعات، مثل ما وضحت لك إنه القطاعات الإنتاجية اللي قادرة إنه يعني عم تربح من وراء هذا الطاق التشجيع أو التحفيز، هو العنصر الأساسي قبل عملية التمويل. أبحاث واختراعات بحاجة إلى الدعم والتشجيع للنهوض بالواقع الحالي، وخصوصا أن سوريا دخلت مرحلة إعادة الإعمار التي تحتاج لكل طاقات وإبداعات أبنائها. من السويداء للإخبارية السورية، شام حمدان.